من جانبه أكد النائب عن الاتحاد الوطني آسوف ريدون أن برهم صالح مرشح سليمانية الوحيد للرئاسة، معبرا عن أمله بأن يصوت له نواب صدريون. بعد ما أن حسم الطرفين اختيارهما وقرروا بالذهاب إلى مرشحين، فإن الدكتور برهم صالح حسم أمره في داخل اجتماع القيادة كالمرشح وحيد للاتحاد الوطني الكردستاني. طبعا هذا لم يتم على أساس المحاصصة بل وعلى أساس المقبولية الوطنية، ولهذا سنذهب ونجتهد لكي نمكن السيد برهم صالح من الوصول إلى